تحية نضالية لجميع الصحافة الحاضرين وللمنصة كلا باسمه وكلا بصفته. أولا مصطفى شكري منسق النقابة الوطنية للصحافة والإعلام بالمغرب المنضوية تحت اللجان العمالية. فأنا أقول لهذا الاجتماع اللي جمعنا الأستاذ الحراق تنشكرو نظرا لهذا ما الآن العراق وهذا التخوين وهذا إذا الجسم الصحفي هنالك مشاكل كبيرة وأهمها هو القانون الذي نتكلم عنه. هذا القانون اللي تنتكلم عليه لأن تنعرفوا راسنا كل سيكتور تثبت الضم ضروري ومؤكد من الناس ديال المهنة، الناس المهنيين الصحفيين اسمعوا لهم ويكون هنالك جولات. هذا الشيء ما داش. إذا نحن هذا القانون كامل خصو يتغير من المنظور ديالنا في اللجان العمالية. تنقول بأن هذا القانون هو مقصه أو مقصو المخزن على المقص ديالو باش يتحكم في المشهد الصحفي. أنا تنقول هذا الشيء باسم اللجان العمالية. لهذا لابد 6 شهور غير كافية، 6 شهور غير كافية لملائمة هذا القانون، لأن تنعرفوا لأن القانون متداخل فيه بزاف ديال القطاعات، ماشي الصحفي الكاتب والمصور، فيه بزاف الناس. إذا هاد الناس خصهم يضبط لهم الحق ديالهم قانونيا. ثم هذا المجلس الوطني يتكلم الأخ وتكلم على شي حاجة بحال هكا بريس، فيها هو دور المجلس الوطني ليوقف هذا الموقيع ويكتب لأنه عنده صفة الوساطة. إذا حنا تنقولوا هذا القانون خصو يجلسوا فيه الناس المهنيين مع المشرع المغربي. إذا القانون كامل خصو يتغير لأنه لا يخدم مصلحة الصحفيين. عندنا 7 ديال الناشرين و7 ديال أصحاب المواقع وكاين قطاعات غير مهيكلة بعدا ما يسمى الاتحاد المغربي اللي سميتو. إذا هاد فاش يدخلوا مع الصحافة؟ عندنا 2 لا يدخلوا مع الصحافة، القضاء والنيابة العامة، وخصو يكون القضاء بوحدو. إذا كاين هنالك يعني مقصة من طرف المخزن باش يتحكم في هذا الجسم. ونحن نطالب الناس اللي تيقولوا دابا الدعم وتيقولوا كذا وكذا، حنا بغينا غير الحرية، بغينا اسم الصحافي، هذاك الصحافي يكون عنده حق باش يعبر. بالإضافة هذه المواقع الكبيرة شوهوا الصحافة، راه تنشوفوا شنو تيوقع في المواقع اللي تيوصفوا هذه المواقع. أنا كاتب في قناة بالواضح، شوفوا هذه القناة هذه المواقع اللي هي تتقول بأنها كبيرة، أشنو تتعطينا؟ أشنو تتنتج؟ ماشي الرداله. يعني حنا دابا صحفي وليت تتوقف عند شي واحد تقول لك انت مريقي. اذا هذه مشاكل الاخوان، هذه اذا انا ادعو الاستاذ الحراق وكل المكونات اللي كاينين في الساحه بالاتحاد ونوضعوا مشروع انطلاق من الوضعيه الراهنه دابا ديال الصحافه. الوضعيه الراهنه ما نكذبوش على راسنا، نصطف مع الشرفاء ديال هاد المهنه، مع القطاع يتهيكل ويتعاود الهيكله ديالو، ونحطو كل واحد بالصوره ديالو، لان الهيكل كبير، يعني قطاع الصحافه كبير، فيه التقني، فيه الصحافي، فيه المصور، فيه المعاون، فيه المساعد. القطاع تيخدم 50,000 عباد الله غير النظاميه، واش هاد 50,000 شنو نقول لهم يمشيو للحبس؟ اذا خصنا إعادة القانون كامل ماشي الترميم، والشهور غير كافي، خليهم يديو عام، خليهم ياخذوا البطائق ديالهم. الصحفي ليس بالبطاقة، الصحفي بقلمه، الصحفي بصوته، ليس بالبطاقة، يديو البطاقة. نحن لا نحتاج إلى البطاقة، الصحفي هو قلم صوت. والسلام عليكم.